استنى بيه والنبي اسمعني بس يا واحد. ايه خليك انا المره اللي فاتت ببص عمل ايه؟ اه يا ترى اخرى ايوه اضربك انت عايز تاكل عمال في البيت لو انت عايز امراض لك كوسكوت اه بتبقى امراض له حضرتك مين بقى اللي بيتقلص يبقى اتجوزها يا لهوي يا لهوي يا لهوي واقف التصوير يعني وهي لما تقول لي بتتامرضي بس بس انا ممثل غصب عن عينك وراجل محترم ده كمان ورك 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 هتيجوا تاخدوا الحاجات دي ولا اقطعها يا عم انا بكلم كل الناس كده بس ما ينفعش اللي بيحصل ده انا ما بقفش الصف اقسم بالله هضايقك عدري يقف معانا ترد عليا يا عم حناه وانت بقى اشتم البرنامج ولا اشتم مين ولا اشتم مين انا مش عارف اشتغل يا عم انت طلعنكم ما اتصلحتوا اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من حلهم بينهم الصلح خير. النهارده قضيتنا سهله جدا انتوا يمكن تكونوا عارفينها. هنشوف ايمان السيد هتعمل ايه مع القضيه بتاعتنا. مساء الخير. أيوة. واهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج حلهم بينهم الصلح خير. ايوه اتمنى ان شاء الله ان ربنا يجعلنا سبب في ان الناس تخرج من هنا وهي نفوسها هاديه والصلح خير. لا حضرتك قلتيها بسرعه جدا انا عايز ابطا يعني بشويش عشان انا بستوعب الكلام اللي حضرتك بتقوليه وانت بتقوليه. اوكي يا فندم يلا. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج ابطا. طب اوكي. انا خلاص يعني انا كده قلت المقدمه كتير قوي. يلا معلش يا فندم يلا. طب ممكن نعمل الحلقه ونبقى ناخد المقدمه بعدين في الاخر عشان يلا فوق الاستاذ درديري يلا 5 4 3 1. مساء الخير واهلا وسهلا بيكم في حلقه معلش يا جماعه انا عايزه حد في البلاتو يعد قدامي ويعني عايز اتعامل مع بني ادم قدامي. يلا جاهزين يا فندم. انا هتحايل عليكي ولا ايه يا سامبوكسه؟ ايه ده بيكلم مين ده بالطريقه دي؟ يا فندم انا بكلم المساعده حضرتك او اقدر اتكلم كده مع حضرتك. اهلا وسهلا بيكي في برنامجنا الصلح خير. يلا يا فندم بسم الله الرحمن الرحيم. نتمنى ان احنا نكون سبب في ان الناس تخرج من هنا وهي نفسيتها هاديه. هايل 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 برافو 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 سقفوا لها. هايل. احنا دي المره كام خدناها المره كام دي حضرتك قلتي المقدمه تقدري تفتكري معانا خدناها كم مره؟ 20 مره. احنا جاهزين وكل سنه وحضرتك طيبه. دخلوا الحاله. نعرف الناس بس بنفسنا كده. انا اخوكي الصغير محمد حسين ودي مراتي اميره. اهلا وسهلا يا اميره. اهلا يا استاذ محمد. طب يعني ممكن انا قلت لك احنا دايرين عشان تتكلمي مع الناس. انت بتكلمني انا؟ ايوه يا فندم بكلم حضرتك. طب ما اتكلم باسلوب احسن من كده. خير يا فندم؟ انا بقول لحضرتك هو احنا قلنا لحضرتك دايرين عشان نتكلم مع الناس بس انا شلت حضرتك حضرتك فقلت لك احنا قلنا دايرين عشان نكلم الناس بس. يلا يا فندم نعرف يعني الناس ايه هي المشكله. حضرتك ممكن تسالي هي. طيب اوكي بعد اذنك يعني. حاضر. المشكله ان هو اي حاجه بيجي يعملها معايا لازم يسال والدته الاول. اي حاجه عايز يجيب لي حاجه عايز يجيب في البيت كيس سكر كيس شاي لازم يقول لوالدته الاول. والدته تقول له اه هات او ما تجيبش. انتوا عايشين مع الحاجه في البيت؟ اه هي عايشه معانا. اه هي اللي عايشه معانا في البيت. طيب. ست كبيره زي ما انت شايفه حضرتك يعني اقل حاجه اعملها معاها ايه يعني؟ اه
بصي يعني مبدئيا هو لو ما كانش في خير لأمه يعني مش هيبقى في خير لحد. حضرتك بتشتغل ايه استاذ محمد صح؟ انا سواق ميكروباص. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. بذمتك واحده زي كده زي كده تتجوز سواق ميكروباص؟ ابقى اخر سواق ميكروباص؟ ما هو انت عارفه من يعني هو سواق ميكروباص الشغلانه شريفه ما فيهاش حاجه خالص، وانت وافقتي على كده من الاول. لا ما كانش اي نوع سواق ميكروباص. انا عايزه اسالك سؤال بس الاول قبل ما نكمل. انا عايزاكي تهدي يا حاجه. ايوه قبل بقى ما نكمل الليله اللي مش باين لها اول يا لهوي يا جماعه انتي حد انا بقى عايزه اعرف. معلش هدي الحاجه ربنا. سواق الميكروباص يا روح خالتي زي الفل يا حاجه. مش دافع لك فلوس؟ اهو ايه قاعده جنبك كده. مش بيجيب لك المحظه والملزق اللي انت لابساه؟ مش بيوديكي يا اختي التوافير ابو 50 جنيه؟ معلش يا حاجه اهدي. معلش معلش اهدي. طب احكمي انت بقى بالحق. هي عايزه امي بالحق. انت مبسوط كده؟ ايوه عشان هي فعلا عايزه. انا راضيه ذمتك يا استاذ. ايوه احسن احسن. حرام ولا حلال؟ احسن. اللي هو ايه؟ الواد بيشقى ويتعب طول النهار وطول الليل، تاخد منه الفلوس اللي جايبها. أيوة تروح بيها للكوافير، تروح تجيب تروح تجيب جنس 180 جنيه. جنس 180 جنيه يا اما. جنس 180 جنيه. لا اديها يا اما. انت بعزقت. اتفضل حضرتك ارتاح. معلش خلاص انت عزقت. اضربها بالشبشب يا اما. انا بقول لك يا اما عيب كده اصلا. عيب كده. عيب عيب. ايه اللي انت بتعمله ده اصلا؟ والله العظيم هوريك. ايه ده؟ انا بتبهدل والله. ايه العيله دي؟ خليكي قاعده معايا وانا بس. خلاص على صوت الصريح. خلاص يا اما. عشان خاطر عشان خاطر عشان خاطر ربنا. لا حول ولا قوه الا بالله. خلاص يا حاجة صلي على النبي كده. علي أفضل الصلاة والسلام يا حاج. على فكرة هي عملت كده لما هي. بص يعني برضو يا أستاذ محمد أنا ملاحظة إن حضرتك عمال يعني تسخن الحاجة وبتقول لها اضربيها وكده ما يصحش برضو. طب يعني الواحد يعني الحق حلو. طب الكلام اللي هي كلمته. حسبي الله ونعم الوكيل. في مين؟ حسبي الله ونعم الوكيل. يعني أنت جاية معاها علينا؟ إحنا دلوقتي اللي بقينا ناس وحشة. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. لا مسامحاكي ولا لا اله الا الله. في ايه ليه كده يا حاجه؟ ما يصحش يعني. انا بقول لك صحيح من جوه هج هج ومن بره مج 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 مج. استاذ درجير انا عامل ايه دلوقتي؟ ايه يا انسه ايمان؟ دي يعني حضرتك انا لما تتكلميش معاهم امالك دي ناس عشان خاطر عيونك. طب امال وبعدين يعني والحلقه هنا بشويش بشويش. انا عايزك بس تبقي مصحصحه كده معاهم. اوكي حاضر. يلا انا هبدا تصوير. اوكي طيب يلا يا جماعه. ست كبيره قدروا قدروا. طب يا جماعه يعني ايه عايزين؟ ربنا وصانا علينا والدتي ونعم بالله. انا سمعت حضرتك. ما وانا بتكلم يا استاذ درجير. والله سمعت. لا اله الا الله. سمعتك يا استاذ درجير. والله ما مش ناقصه. والله العظيم يا هي بتهدى. ما تقلقيش هي بتهدى كده. هي بتهدى. طب يعني لو ست عماله تلف حواليها عشان تروش بيها بره بره قدام. لا 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 هي بتهدى. هي بتهدى يا رب. بس حاضر سامع. مش اسمع منك كلمه. سمعت. استغفر الله العظيم يا رب. وان يا فندم وان. سمعت يا استاذ. الكاميرات دايره. وان حاضر. اتفضلي يا حاج. حاضر. وان حاضر. استغفر الله العظيم. انا عايزاكي تيجي ما ترديش عليها خالص. ماشي. استغفر الله العظيم يا رب. معلش وان. اعديهم وان. طيب اتفضلي يا حاج. يلا يا فندم الكاميرات دايره. حاضر. اتفضلي. حاضر. يلا بسرعه 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 بسرعه. طب يلا اعديهم. خلاص يا استاذ ابدلي قاعد والله. علي صوتك يا فندم. مش سامعك. ابتدي ولا لا يا استاذ درديري؟ مش سامعك. اهدي يا اما. طب ما حد يا جماعه يصلح له الهباب اللي في ودانه. استغفر الله العظيم. هي بتهدى. استغفر الله العظيم يا رب. اقعدي يا حاجه لو سمحتي عشان عايزين نكمل الحلقه. استغفر الله العظيم. بقول لك نبتدي يا استاذ درديري. لا انا يا لهوي. استاذ درديري ما تقلق يا استاذه بقى كده ما ينفعش.
انت الصوت ده ما ينفعش حضرتك. لا لو سمحت بعد اذنك المشاكل اللي بينكم بس بعد اذن حضرتك معلش عشان خاطر معلش ربنا يخليك والله العظيم هم طريقتهم كده معلش عشان خاطر طب هتسيبيني لوحدي لا بس طب يرضيكي معلش ياخد حاجه بس من اللي معلش عشان خاطر يا استاذه اقعدي يا استاذه اقعدي يا استاذه اقعدي يا استاذه لو سمحت اقعدي يا والله العظيم ابدا والله ابدا اقعدي يا استاذه كده ما ينفعش انا عايزه حد من الانتاج لو سمحت مع بعض ليه يا حاجه بتقولي كده لا حول ولا قوه الا بالله اقعدي يا استاذه عيب يا حاجه والله ايه يعني عيب يا حاجه ايه بتتوالسوا مع بعض علينا خلاص يا خلاص يعني انا بسال سؤال انتوا بتوالسوا مع بعض لا علينا؟ لا ما تضايقيش نفسك معلش ينفع الكلام ده طيب؟ اتفضلي هدي اتفضلي اقعدي معلش عيب ما انا مش عايزاك عيب انا مش عايزاك تضايقي احنا من سن بعض عيب لا ده بقى يعني طب عادي يعني علينا دلوقتي عادي يعني سن بعض ازاي؟ عادي احنا عيب فعلا احنا زي بعض كده ستات يعني عيب ايه ده الجو ده؟ نهدى كده ونصلي على النبي عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام يعني هو بس تسمعي منها هي على طول ليه واحنا لا هي حاجه بتقولي كده احنا وحشين احنا ناس مش كويسه مش زي الفل يعني بقى انت عماله تجامليهم برضو انا لسه ما جاملتش لا انت لسه عماله تجامليهم وتقولي له وحقك وانت ست زي الفل انا بديهم عشان اسمع منهم المشكله عشان اعرف يعني اعرف اساعد انا عايز انا غالي يعني هو عشان كتره انت واقفه معاهم عشان هم كتره وانا لوحدي لا انا ولا يفرق معايا الكتره الا انا اصلا الانتاج واقف هناك اهو واخويا قاعد بره ويعني ما عنديش مشكله سواء انا ماليش دعوه بانتاج انت جايه تقبضي وتمشي انا اعمل ايه انت جايه تحلي لي مشكله ولا جايه تقبضي حضرتك ان شاء الله شكلك ولا هتحلي ولا هتربطي لا انا ما بحبش الاسلوب ده بعد اذنك يعني انا محترماكي فاحب ان انت كمان تحترميني بعد اذنك حتى لو عندك مشكله لو عندي مشكله مش هتخلى لا عليك. بس انت لازم تحترميني على فكره لا يعني لو حضرتك احترمتيني احترمك لا احنا بني ادمين برضو على فكره يعني مش ان انت نجمه يعني وبعدين يا استاذ درديري طب ممكن ناخد بريك ما احنا في بريك يا فندم ده احنا واقفين كل ده انا دقني تولد حضرتك عايزين نبدا الحلقه ابوس ايدك هتمشيني من البرنامج يلا يا فندم لو سمحتي لو سمحتي طيب انا بعد اذنك أرجوكي. عرفني لما تكون الكاميرا ضايقه طيب أرجوكي. خلاص والله كفايه ارجوكي واحد انا عايزك تهدي عشان صحتك انت ست زي الفل وكمل عايزك تقعد تشكر يا ست تشكر يا زود انتوا شايفين يعني انا هكذب دايري يا استاذ درديري اتفضلي يا حاجه يعني تاخدي بعد اذنك عشان الكاميرات ان شاء الله يعني إيه؟ انت هتحليها ربنا كريم ربنا كبير والنبي الله يسترك لان انا خلاص هشق الجلابيه لا اوعي ما يصحش والله العظيم هشق الجلابيه لا استغفر الله العظيم والله العظيم هشق الجلابيه بس يما بس يما بس يما تعالي يما تعالي تعالي يما حرام عليك انت ست كبيره حرام عليك انت لا انت لا شيخه ايه راح فين يا استاذه بعد اذن حضرتك لا يا استاذه ما تمشيش لا والله لا, لا يا استاذه انتوا ما تكملوش حاجه علينا يا استاذه ارجعي ايه ده لا يا جماعه معلش تولع الحلقه ثواني بس ثواني ثواني بس هقول عادي بعد اذنك يا حاجه والمصحف ما تبقاش غير لما تحل طب اتفضلي اقعدي عشان نحاول طب اتفضلي اقعدي حل اقعدي انت الاول اقعدي اقعدي حلي اقعدي اقعدي اتفضلي كده وحلي ردي عليا نعم بذمتك صح اللي انا بقوله دلوقتي اللي انا كنت بحكيه لك وانا مش معلش. صح معلش طب اتفضلي يعني طب عندي حق ولا لا قوليها طيب عندك حق بس بيتولدوا مع بعض بص عندك حق. انت ما رديتيش عليا انا كان عندي حق ولا لا لا يعني الحركات دي مش بتنفع معايا على فكره طيب عشان نبقى واضحين مع بعض بس بس واضح ان انتوا اصلا عيله شلق اوعى خالص مين دول اللي عيله شلق مين دول اللي عيله شلق
انا بجد مش عارفه انت فين. ايه ده؟ ايه ده اللي انت بتعمله؟ ايه ده؟ حلهم بينهم الصلح خير. لا بتفرج. حلهم بينهم الصلح خير. حلهم بينهم الصلح خير. حلهم بينهم الصلح خير. انت عماله تقولي الصلح خير واحنا عمالين نقول جوه حلهم بينهم. والله؟ اه والله. ودول زمايلنا وحبايبنا وانت حبيبتنا وفوق راسنا. بعدين؟ كل سنه. لا والله بتمتلي يا استاذه والله. حقك عليا. انا بعرفش اتخانق. انا بعرفش اتخانق. رقيقه فجاه رقيقه جدا اعملها استفزها. ما بعرفش اتخانق. حلهم بينهم الصلح خير. لا ده حلهم بينهم الصلح خير. ليه كده يا حاجه؟ ما يصحش يعني. انا بقول لك صحيح من جوه هد هد ومن بره منظمات. في قراءتهم حضرتك هم على طول كده. طب ايه ليه كده يا حاجه؟ يعني ايه الهج من بره مج دي حاجه وحشه؟ يعني من جوه 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 ومن بره بره بره. لا كده باين.